طيب ابو ربيع تسمعني الان؟ اسمعك. انا ادعس عليك ولا اراك شيء، انتم مردونا. متاكد؟ بسم الله. نعم. ايه معلش يا حبيبي، اقسم بالله لا اراك شيء. ايوه والباب مقفل ولا ترى؟ ايوه الباب مقفل مقفل. سنعود بعد قليل. ما راح اطيل عليك، ابعطيك اياها على بلاطه. هل انت شخص تشتغل الفرص؟ يمكن الفرصه هذه ما تتكرر كل مره، فانا بقولها لك. في ناس اعرفهم شخصين يا جماعه الخير يشتغلون على برامج وتطبيقات الافلام والمسلسلات والالعاب مبالغ شهريه 30 60 100 ريال. كنت كلمتكم قبل عن يانجو بلاي، واعيد واذكركم، يانجو بلاي هي منصه تقدر تتابع منها العابك وافلامك ومسلسلاتك، تطبيق تحطه على الشاشه على سمارت تي في ولا على البي سي ولا على الجوال. وانا الان جاي اقول لك لمده 60 يوم شهرين كامله ما تدفع ولا ريال، تتابع وتلعب كل شيء مجانا فقط إذا حملت عن طريق الرابط حقي بالوصف. التطبيق الآن مجاناً، بعد فترة بيكون بفلوس. استغله وسجل الآن عن طريق الرابط اللي بالوصف، وراح تحصل مميزات جداً خرافية، ومنها أنك تقدر بحساب واحد تتابع أنت أربعة أشخاص في نفس الحساب، أمك وأبوك وأخوك وأنت كلكم في حساب واحد ومجاناً 60 يوم. ومع رمضان حاط لكم مسلسلات حصرية في سقف الوالد، هذا موجود في التطبيق وحصري لهم. وبرضه عندكم مسلسل الحشاشين موجود على يانجو بلاي، وياسمينة هي الذكاء الاصطناعي اللي تكلمت لكم عنها، تسولف معها وتأخذ وتعطي، تسألها وترد عليك، وهذا كله في يانجو بلاي 60 يوم مجانا. الرابط تحت، استغلوا. واترككم مع المقطع. عدنا. حياكم الله الاخوه الكرام، مقطع نادر وحصري كود نيمز مع الاساطير المسطره ابو ربيع ومارادونا ومودي الاسمر. يلا انك تحييهم، مرحبا. الله يحييك ابو ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام شونق. مارادونا السلام حبيبي. الله يبارك فيك. مبروك يا ابو ربيع، برضو الجائزه تستاهل حبيب قلبي. آخر ظهور في القناة لأبو ربيعة كان وقتها الأنفاس على نهايتها عنده وعندي. لا 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 لا، كان في طلعة غير شريفة معك، وباخذ حقي بإذن الله قريب. شو تأخذ حقك؟ جتك الجائزة تأخذ حقك شلون؟ ما في، أباخذ حقي يعني ما أخذته الموضوع. أقول أنا بقفل الباب ثواني مبدئياً. عبد الله قفل الباب، لحد يجي قفل الباب. عبد الله قاعد أسمع صوته يتحرك. يا عبد الله قفل الباب، جاء الله يوفقك. لا 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 اسمع، هذا تصوير شريف، اسمع هذا تصوير شريف، الله يطول بعمرك، هذا تصوير. يا لي مردونا صلوا على محمد. صلي على النبي. شفت هذه؟ انا انت فزت. طيب انت فايز. اسمعني، شفت ذي؟ اقسم بالله طلعها من عيني. ليه يرضيك ذاك اليوم اللي صار فيه؟ بس سؤال يرضيك؟ كثرت عليه والله. يرضيك بس فاز بالجائزه؟ ما له علاقة. أنت فايز، أنت فايز بالجائزة. ما لها دخل، قلة حياة دي. ليه أنت فايز؟ ما نوضع يا ابن الحلال. نحن حلال، الله يرحمه. والله عندي تصوير بعد شوي، والله ما في. ما همني، ما همني. يرحم والديك يدك يا ولد. لا تصور كل شيء، أنت يرحم أمك. اسمعني والله العظيم يا جماعة، ما همني يوتيوب، ما يوتيوب ما همني. أنا قاهرني خاطري، جمع للعالم، مسخرني عند الناس. ما أنا ولد. يلا الحين كمل اللعب، خلنا ما نفوز. يلا يا احمد، ايش فيك؟ وضح لي ايش فيك، هدي وايش فيك؟ ايش فيني؟ انا رجعت مودي. ما انصح تسال ايش فيني، ممكن يصير لك زي اللي صار له، فعشان كذا خليك ساكت. ساكت ما قلت شيء، انا ما قلت شيء، ساكت وساكت. انا ساكت. يلا مارادونا بسم الله نبدا. ايوه ابو ربيع تسمعني الان؟ اسمعك. انا ادعس عليك ولا اراك شيء، انت مارادونا. متاكد؟ بسم الله. ايه معلش يا حبيبي، اقسم بالله لا اراك شيء. ايوه والباب مقفل ولا ترى؟ ايوه الباب مقفل مقفل، انا قفلته. لو سمحت لا تكسر الباب، لو سمحت لو سمحت. يا الله مارادونا تكفى، افزع مع رفيقي، ما اقدر اجي الحين، تكفى. يا ولد خلاص انا اسف. هذا بدك اشوط لك، اكسر الباب ربك على سلبابة. اقسم بالله لو فزتوا، والله لو فزتوا يا ابو ربيع ومارادونا، كل واحد فيكم 10000 ريال تجي قبل لا يطلع مع الباب. كفو ان فزتوا. الله كفو، والله لا اعرق عليكم مودي. انا شري طقطق بال، شوف الفوز. انا شري، انا بشرح. انا الى الان ما شرحت شيء، لكن ثواني. اللعبه يا جماعه الخير
أول فريق يجيب 3 فوزات هو الفائز. توب أوف ثري. 3 فوزات. الجولة الواحدة من 8 إلى 9 نقاط ظاهرة قدامكم. لكن أنا بقول شيء مهم جدا للمشاهد. عزيزي المشاهد، أنا مهدد الآن وتحت الخطر، يعني ممكن تركيزي ما يكون كويس. اللعبة بكل بساطة بشرح لكم إياها الآن. فكرة اللعبة بكل بساطة تيمين، تيم أزرق وتيم أحمر. والتيم الأزرق لازم يجيب البطايق الزرقاء والتيم الأحمر يجيب البطايق الحمراء. وفي كل تيم في شخص يشوف الأوراق كلها، ولا الشخص هذا اسمه سباي ماستر. السباي ماستر لازم يشرح بكلمة واحدة فقط الكلمات اللي موجودة من اللون حق تيمه. يعني إذا هو أحمر يشرح الكلمات بالأحمر، وإذا هو أزرق يشرح الكلمات بالأزرق. اللعبة هذه موجودة على الجوالات وعلى البيسيات وفي كل مكان تقدرون تلعبونها وتجربونها. مشاهدة ممتعة وبتنبسطون إن شاء الله. ما طيب شوف طيب خلصت المقدمة أحمد صح وكل شيء. أنا وش لي؟ أقول لك أنا وش لي؟ دقيقة أبو خالد، أنا خويك ورفيقك. أبغى أقول لك شيء أبو خالد، مارادونا طقني. مارادونا أقسم بالله لا أنفرد فيك، والله لا أنفرد فيك. خل أبو ربيعة بس يحرك أصيدك. والله لا أصيدك، ما عليه تمام. مدت يدك علي طقيتني طقيتني مارادونا في الربيعة. انت الاخ والروح، يخسى احد يلمسك والله. اسمعني اقول ابو شايع، اجيك القصر اذا وصل هذا المقطع 500,000 لايك والله لا اقتل مارادونا من بيته واطلع عيونه زي ما طلعت عيون الثاني ذا اللي جنبه. اي الله يعزك. وانت تشوف ذا اسمع لي بدون مرمطه اليوم. اقسم رب الكعبه مارادونا يا ابو ربيعة. اسمعني يا ابو ربيعة، اسمعني ورب البيت ورب البيت. ايوه خالد ان ما عقلت انت ورفيقك، لا اجيك القصر الان وعلمت غلطان. نبدا الجيم، نبدا الجيم، نبدا الجيم. يلا يلا مارادونا عندك الجوله الاولى. مارادونا ابدا شرح يلا. بسم الله. لحظه الحين تسمعوني؟ اي نسمعك. وش ذا؟ اسلم يلا يا ابو ربيعه، اعطاك 3 اسلام. طيب والله جار الثاني مدرب نكبه بطاقه ميسي قانون لا مسجد في الإسلام. حلوة. أذن. أي أذن؟ في لا يا حمار، أذن 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 هذه. هذه أذن 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 أذن. 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 أذن ما دريت. كريستيانو رسم فقمة يا أخي، فقمة مظلة معضل شكل صولجان. إيه. هوليوود. إيه. ربيع. إيه. حسو وش دخل أم حسو البارقي جانا هنا؟ أوكي معرض أصلع إمارة مسواك، المسواك من الإسلام. يا سلام. دخان عباءة، العباءة من الإسلام. يا سلام. موضوع سهل يا مارادونا. بسم الله. مسواك. يا سلام. يا سلام. يا سلام. عباءة. اصبر. باقي مسجد. غلط. أنت غلط. أنت غلط. ما غلطت أنا. الكلمة هذه فيها. أقسم بالله. ما أعرف كيف أشرحها. ليش؟ اصبر إيه. اخترت عباءة طيب. شو مش عباءة؟ غلط. عباءة من الإسلام. أقول امرأة. يا حمار أنت تركت. أنت تركت مسجد تمام. طيب بختار مسجد بختارها. اي بس غلطت، المفروض تضمن تلعب بالاول اللي تضمن فيه اكثر. يا الله. بس ما عليه، خلى الجوله اللي بعدها يزيدك واحده حقت الماضي عشان تختار زياده. يلا نكبر اكبر برضه، لا تسبني برضه يا واجد. اوكي ترى جنبك يا مارادونا انت. يعني اللي انا حاطها راحت؟ لا عادي، تقدر الجوله الجايه يتعوض. الحمد لله اختاروا عباءة. قولوا ليش؟ يعني عباءة ما في الا كلمه واحده، امراه عباءة. راحت مني، راحت والله، راحت والله. العيون شحط. كريستيانو معضل وعنده شكل النصر. النصر 3 كلمات. اصبر هذا اعطاني 3 النصر. طيب اصبر، النصر النصر مركز ثاني. لا والله يخسي النصر الظاهر. النصر كم ترتيبه؟ والله ظني ان الرابع والخامس، ما ادري الثالث. طيب مدرب هذا في نادي النصر تمام، والنصر نكبه تمام، والنصر نكبه يجيبون العيد دائما. بطاقه ما لهم دخل، ميسي ما لهم دخل، قانون ما اتوقع لهم دخل، المسجد ما لهم دخل، المسجد هذه اذن ما اذنها عند ابو خالد. كريستيانو بالنصر هذه اصول. رسم ما اتوقع، فقمه ومظله ومعضل وشكل وصولجان، هوليوود وربيع وحسون البارقي ومعرض واصلع واماره ودخان. ايش سلم ابو خالد كبت امي انت؟ صدق لحظة. طيب أول شيء كريستيانو 100%. حلو، هذه واحدة تمام. وبرضو باقي عندنا يا جماعة الخير مدرب، لأن المدرب هذا في النادي والنصر يعتبر نادي، فبحط مدرب. الله لا يوفقك يا أبو خالد. يا حمار يا أبو العزق يا عمي. إيش هذا؟ لا تتكلم عندك، لا تتكلم النكبة. كريستيانو إيش عنده؟ أسكت أتفضح لعب. والله لو أجي القصر الحين وأدخل عليك الآن يمين بالله. سوالف اكثر. يا مارادونا النام ايش قاعد تسوي؟ مارادونا يرحم امك، مو بضحك، فلا توهقني ترى انا على الحدود. انا خايف انك تغلط. دقيقه لا، الربيع صراحه لازم صعب التعامل معه. لا مو بصعب.
مودي فكر من الان تكفى ها رجع دوري خلاص انا الحين في واحد ثنتين جديده وفي ثنتين قديمه فعشان كذا طيب. فعشان كذا بحط اربعه حط اربعه يلا. كيف ثنتين من القديمه وثنتين من الجديده اها مو لازم تقول عادي خله 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 يلا ما غش ما غشيت ذهبي يلا ذهبي وهكت امي انت بالذهبي عندك قديمه لا تنسى انا ابدا بالقديم اول بعدين ببدا بالجديد اوكي روح كيف يلا اختار مسجد يا سلام حلو تعزز لي ما احد ايش فيك تدفع تراك اي نسيت ربي تعبس هدي عشان منطق سلام بطاقه ما راح تنطق معك اختار اذن اذن يلا ورنا صمرتك في اذن يلا اختار اختار اصبر يلا. اصبر اصبر ايوه 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 اشوف اشوف فراسك نار يلا اذن نختار لا انا خاف اختار اذن يلا. بعدين ما اقدر اكمل باقي يلا صح صح, صح. يلا اختار اذن يلا خلينا نروح للذهبي خلينا نروح للذهبي الذهبي الذهبي مركز ثاني مركز ثاني مو بذهبي نكبه مو بذهبي بطاقه مو بذهبي ميسي او ميسي ايش هذا ميسي ذهبي يعتبر يلا. قارون ما له دخل اذان ما ادري اذن رسم فقمه مظله معضل شكل صولجان هوليوود ربيع حسول بارقي معرض أصلع إمارة دخان جاي أور جاي أور ذهبي بس ما بس مارادونا أنت نكبت أمي الحين ذهب ما في إلا جاي أور زي النكبة أنت صراحة تعبت مارادونا أنت المفروض ما تتكلم الحين مارادونا عاد مارادونا سو إذا تبي تتكلم سو ردة فعل بوجهك ولا ضغط ميوت وسبه عشان ما يسمعك طيب مارادونا عادي وش ذهبي كيف ذهبي يا مارادونا ذهبي أنا قلت تسولفون أحسن إيش رأيك جاوب أخلص لا والله خلّم أصبر 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 أخربت والله قانون مركز ثاني نكبه ذهبي نقول ميسي ميسي ذهبي أبدأ بالمضمون يا رب أبد كارثي والله العظيم أبو عبد الله أدري كيف تفكر والله خل أيوة يا سلام يا سلام يلا جاب واحد صار يا أي باقي لك واحد باقي سهلة مرة طيب بس انت حطيتني اربع يا زبان ثنتين باقي واحده واضحه اسكت مارادونا اسكت ما علمت ميسي الصولجان وش يا عيال وش الصولجان هذه اكله مغربيه الصولجان هذه اكله مغربيه حسبتها شيء ذهبي إيه لا اوكي اصبر لا اصبروا يا عيال تقول علي يلعبون عليه ذا البهيم الصولجان شكله ذهب لا اختاره بلا 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 ابو شايد وش تعطيه 10 تقول لي بلا خذ صولجان مارادونا خذ اختاره يلا خذ صولجان خذ صولجان هذا يلا يا رب سودا يا رب سودا يا عيال ضحك ضحك يلا ابو ربيع اختار صولجان مارادونا لمح لي يا واطي لا 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 ابو ربيع انتهى الوقت يا ابوي خلاص اختار خلاص يا انت يا كيف يلا يس باقي واحده ممكن الاسلام نهى عن الدخان اوكي بس برضه الدخان يضر الصحة فما في إلا أذن ربيع عمش مردونة ايش قايل لك أولا تقول محدود الذكاء قايل لك أني ذكي ليش توترني طيب مودي تكفى أبو خالد مودي سمعني باقي لهم أربعة باقي لهم أربعة بطايق يفوزون باقي لنا ستة عندي تكفى عندي مع القديم ما علمني كم في قديم يا جماعة ركزوا معي بجيب خمس كلمات ثنتين من الأولى كريستيانو معضل وشكله كويس شكل بحسون البارقة ومعرض وأصلع هذه حقة المشاهير حط خمس كلمات مشهور إيش هذا مودي أعطاني خمسة يا عيال ومشهور اعطاني خمسة قبل إيه تمام أولا أعطاني النصر قبل وقال ثلاثة باقي منها ثنتين وجاوبت على واحدة وباقي عليها كم غير الثنتين اللي قبل ثلاثة جدد يعني مشهور في ثلاثة أشياء خلنا نبدأ بالمشهور طيب المشهور عندي هوليوود شهرة مشهور حسون البارقي هذا مشهور في التيك توك معروف حسون البارقي تمام حلو وبرضه من الأشياء المشهورة معظم لا المعظم مو مشهور لا المعظم مشهور معروفين معظم عسك وجي فيني العيد طيب أوكي تمام النصر في الأولى مركز ثاني تمام والنصر ظاهر عليه نكبة النصر نكبة طيب خلنا نختار خلني بختار أول شيء المركز الثاني بسم الله الله لا يوفقك يا مودي ورب الكعبة أنك بتجلطني الله مودي بيفوزون عطني مارادونا عطني اياه مستحيل انا جبت عندك واحد من جروب مارادونا يا زق شفته
انا ضغطي بنت عندي والله 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 اكنسل مقطع الو اكنسل دورك مارادونا الله والله والله زقيت في الجو ترى عطني يا مارادونا في شيء خمس اشياء عميق يا اخي شوف كيف يساعد يا رجل باقي لكم اربعة انتوا اصلا ضبطنا باربع اشياء يا مارادونا خلني اختارها لا وش تهبط توهقني حكومية حكومي اقطع ام النكبه يا مارادونا هذه واضحه طيب النكبه بطاقه قانون رسم فقمه مظله معضل شكل صولجان هوليود ربيح سباقي معرض اصلع اماره ممكن حكوميه اوكي يلا جاوب اصبر حكوميه انا حط كلمتين عبد الله اذا فيك خير جاوب طيب اصبر اي كلمتين اماره يلا اماره يلا طيب يلا بربيع يلا ثاني نقول يلا قانون لا قانون حكوميه لا ما له دخل في الحكوميه الا انت ضامن اماره يلا اختار اماره مبدئيا اماره اماره اي تبع الحكومه يمكن بسم الله الله يقطع سمعك يا مود ليش تقول اختار يا مود يا اخي اسكت انك زق يا مود انا احسبها السوداء يا اخي ورب الكعبه يا احمد انك زق اذا شفتني صامل لا تصمل يا اخي لا ترفع ضغطي انت ايش تقول طيب ايش تقول لك حطها يلا يلا الكلام ماشي ربيع 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 لكم اقول لك يا عبد الله ربيع لا يا مود يقطع ام المبجره يا شيخ خربها مني انا اي والله ربيع لكم ربيع عبد الله ربيع تبي 10000 ازهل ربيع لكم والله قلت لك يا ابو خالد والله لا 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 عندي عندي ربيع لكم وش عندك انت ضدنا ايه هو خربها هو خربها يلا يلا اختار مارادونا ايش رايك لا 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 مارادونا ما تسولف مارادونا ما تسولف ربيع لكم ازهلني ها دوس عبد الله عبد الله دوس اي بمودي والله ادفعك اياها والله ها يمين بالله ما ادفع ريال واحد يا يازق اقسم بالله انت ادفع عشان التغشيش هذا يمين بالله ما ادفع ربيع لكم حط ربيع حط ربيع وش ربيع هو خرب هو خرب هو ابو ربيع هو خرب اللعبه بس ما يخرب حط ربيع حط ربيع لا اصبر اسمعني مطاوع ذا الحمار ذا لا اصبر ايش ساكت انا ساكت لا انا بقفل ام المايك الزفته ايه قفل 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 عشان ما بقفل يا عيال ما يسمعنا انا ادري انا ادري قاعد ليش تلعبون عليه نلعب عليه احنا ضده طبعا احنا ضده ابى علمه تبرع لا ما تعلم انت معه ما تعلم رب الكعبه ما تقول شيء مرضونه تكفى مودي ما تكلم خلاص اسكت طيب عليك اسكت عليك يا ربي اختار ربي يا عيال والله بضحك والله بضحك شكل ربيع السوداء لا راح قانون يا لعي شكله ايش يس 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 انت ودي مودي اه مردانا شو رايك فيني عرفت اللي بالي وركز يا اخي ممكن يلا 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 والله فيهم خلاص فزنا احنا فزنا باقي لكم ثنتين حط انت حط انت خلاص حط انت اوه باقي ثنتين ايه حط انت اوه مردانا اظن الاخيره ايه اتذكرها ابو خالد زهلني حط جديد وزهلني الله يقطعك يا مودي يا النكبه مارادونا مودي ربيع 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 من بقايل والله ربيع وش هذا؟ جيمر تسعه جيمر زيد يقطع ام النكبه تسعه طيب اوكي اوكي اتمنى ما حد جيمر ولا واحد فيهم جيمر طيب ثواني ثواني اول شيء عن القديمه مشهور حسون البارقي هذا واحد خلصنا اوكي تمام وكان معطيني مشهور ثنتين زياده بعد وش كان في مشهور هوليوود كنا حاطينها بس بخليها على جنب طيب وكان يقول لي يا عيال في اول حاجه شرحها لي اول حاجه شرحها لي كان يقول لي النصر والنصر باقي لي ثنتين هو وش جاوب ذي كلها اللي قبل لا مستحيل جاوب على السؤال الجاي هو معطيني تسعه معطيني تسعه من التسعه يا ابو ربيع تسعه كلمات ما لك دخل يقطع ام الغش لا مو بغش عادي فالان فالان عندي النصر النصر هو وش كان يقصد يا عيال النصر نكبه ما في الا عاد نكبه نكبه اقسم بالله لو ما تطلع نكبه والله العظيم لو ما تطلع نكبه اني لاذبحك لا لا خلاص بستسلم لازم اخاطر النصر مو بنكبه والله لا يوفقك النكبه النكبه يا عيال يا عيال لا 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 حسمت حسمت اقسم بالله اقسم بالله اني العب ضد ثلاثه بمن احل القسم اني العب ضد ثلاثه خلى النصر نكبه يا عيال العب ضد ثلاثه يا عيال اني العب ضد ثلاثه اقول لكم والله احمد معرق مقنس تجي هنا زق يا حبيبي هي 10000 اسافر فيها دبي يا مارادونا انجوي نعيش نعيش وما في الاكل احنا دورك مارادونا دورك مارادونا ما لي ابو خالد ما لي يلا مارادونا اختار لي اختار لي اختار لي بس اختار لي واحد بس بس واحد ال 10000 تبرر اسمع اسمع كلمه اسمعني اسمعني مارادونا كلمه واحده اسم واحد بس حط لي وانتهى الموضوع اقسم بالله انها صعبه
يصلح مثلا كلمه مثلا وش فيها ها مثلا اقول اخر حرفين او لا 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 ما يصير لا ما يصير لازم تشرح بكلمه ثانيه يا اخي حط كلمه وخلاص حط كلمه وانت الموضوع يعني قاعد تشرح من اليوم باربعه وبثلاثه وجيت على كلمه حط اسم يا رجال اي قصدي احط شيء قريب منها اهم شيء ما تشرحها بحروف او بكلمات زياده جان يلا جان لعب. جان برجر يا اخي انت حمار انت جان وش جان اقرا وتفهم اسكت اسكت لا توضحوا انت ناس مين يوضح له والله اصبر بطاقة رسم فقمة جان يعني هذا ليس من الانس من الجن معضل شكل صولجان هوليوود الربيع دخاء صولجان على وزن جان انا ما ادري مدخلني في اللغة العربية انت بردول عشان اعرف خلنا نحط صول ما في الا صولجان هذا اللي واضح لي انا بصراحة مظلة معضل ما في يلا اختار بسم الله صولجان اقسم بالله وضح له يا حرام اقسم بالله العلي العظيم وضح لك والله وضح لك قاعد اسولف قافية قافية والله ما يصير كذا والله كذا طيب اوكي ما وضح لي فزنا خلاص اي فزنا ياس 10000 لا 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 وش اللي 10000 حبيبي اي 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 يلا خلينا نرجع البيت خلينا نرجع البيت فوز من ثلاثة فوز من ثلاثة قلناها بداية ثلاثة قال لك بداية الحلقة ثلاثة مودي ركز معاي لو فازوا خذوا ال 10000 كلهم اثنين توزعت عليهم 10 ما عليك خليك عميق مودي بيبدا الجيم الان البداية عند ابو ربيعة لو فازوا انتهى الجيم يا مودي سمعتني انت ازهل الان انا بشرح لك الان انا بشرح لك ابو ربيعة يشرح لمارادونا انقلبت الدنيا يلا جو خلك حذر من الكلمة السوداء زي البلياردو ترى هي نروح في داهية ما عليك يا مارادونا صدقني ان شاء الله تضغط على السوداء والله اضحك ضحك بالله على طول تنهي الجيم تدري الحين انا بختار مارادونا يا جماعة انا بختار مارادونا بارد ليش عشان يختار لي اللي هو شو اسمه مودي بارد ايوه انا اخذت بارد طبعا يا شباب ليش في عندنا فيلم اذا كذا يعني انا لا ما يصير لك ربيع اذا خلصت فك ميوت اقسم بالله مارادونا فكر صوت عالي ها اقرا فكر صوت عالي حريق استحاله ما في امل حريق بارد الا اذا حطها هو مصيبه ذا يعكس زر استحاله عملاق ما في امل ثلج رسمي هذه 100% في لحظه شلون احطها بس ما ابي اضغط عليها اضغط على البطاقه مو على السهم على البطاقه اضغط على البطاقه لك يسار شكرا جزيلا ليه يلا مودي غلطوا مره طيبه اي راح خلهم يطقون هم كيفهم ليه طيب ليه بارد شو مشكله لا تغشش اهم شيء انتبه طيب اوه الازرق لازم يكون والله اني حمار طيب الان اللون الاحمر مودي ابغى اعطيه اكثر من كلمه قطب وشي مرض سودان تقليد شعر عملاق تصدق عملاق تصرح عيال لو اقول مثلا هرش احنا لا لو اقول مثلا ايرن يا رب مودي يعرف ايرن اللي بهجوم العمالقه عملاق ايرن عملاق بس لا مودي بيجيب العيد لحظه والله كلماتي صعبه يا عيال بالاحمر انا سودان تقليد وقانون ومرض والله كلماتي صعبه يا عيال طيب اصبر عملاق قطب عماره وعملاق عمارة وعملاق تمام والله ماني قادر يعني بعطي واحدة بس سرطان الله يبعد عنه تفكر ايش يا ابوي سمعنا كلامك يا اخي سوى دفر الحمار هذا عملاق عباءة مرض والله كلماتي صعبة انا يا عيال صغير صوت قطب قانون مودي يتكلم ما نسمعك ما فلافل سودان را وين مودي سوي دفن عرق راح يبغى يسولف مع نفسه وش ذا؟ وش ذا اللي قدام عيني؟ صح يا مودي كفو ماشي مثلث وش صار؟ ما قاعد يسولف مع نفسه ابدأ أشوه شفت أنجم مودي لا تسوي دفن خوفتني يلا عوافي يلا نهدوه أنا ما أسوي دفن؟ إيه أسوي دفن؟ أنت عادي أنت لا شوف مارادونا بحط اثنين اللي تجاوب اللي قبل واللي بعد يلا يعني حقة اللي قبل نجاوب عليها واللي بعد عبد الله ما قلنا نوضح خلاص عندنا اللعبه عادي. لا لازم عشان توضح له اللي قبل انت تقول انا غلطان شلون احطها لا هذيك خلاص اخترتها غلط اوكي يلا ناكل يلا يا مارادونا مارادونا تكفى حريق فتح مخك يا مارادونا تكفى اسكت بربيع عبد الله يا ناس الا اكل لحظه
حريق اكل يطلع زي الاكل الصيني كذا. الله يقلع راسك يا عبد الله. اسكت 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 ابو ربيع. اوتره اوتره ابو ربيع. سوي نيوت اذا تبي تعلق. سوي نيوت. لا ترى وين ياكل ابو ربيع. سوي نيوت ابو ربيع. سوي نيوت ابو ربيع. سوي نيوت ابو ربيع. امسك نفسي ما اقدر. سوي نيوت. سوي نيوت تتكلم. سوي نيوت تتكلم. يلا 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 مارادونا. زر استحاله. حريق استحاله. عملاق استحاله. عبايه استحاله. صغير استحاله. نقط استحاله. صوت استحاله. قطب يمكن لان قطب نفس اللي قبل كان يقول شيء بارد. لا يا كلب قطب في امل. اوكي خليها على جنب. ممكن اضغط عليها ضغطه اذا تبي يحط عليها ضغطه. لا لا انا ادبر اموري عشان اعلمك بس ما تضيع. مارادونا يا اس ابو 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 ربيعه ميوت. شوكه. هرم. بط محمر يتصلح. مويه. حط عليها عشان بس نعرف انت اخترت ايش. حط ضغطه واحده. فلافل. فلافل. لا فلافل مات برك الفطور. سودان. راس. عمارة. ابو ربيعة ميوت. والله لو ما تسوي ميوت يا ابو ربيعة. يا الله مردوانا. ما ابو ربيعة سوي ميوت. والله لا الغي المبالغ المالية. لا خلي اللعب خرابيط. خلاص حطيت فلافل اول وحدة. اضغط عليها. بكيبك اذا انت متأكد. متأكد اضغط على الاصبع. اي اضغط. الاصبع. اي اضغط على الاصبع. بس ابغى اضغط زيادة بعدين. اي عادي اذا هي صح. اذا هي غلط لا. اي خلاص صح. ميوت ابو ربيع. ميوت ميوت ابو ربيع. يلا باقي واحدة. باقي واحدة يا مارادونا. ميوت ابو ربيع. ميوت حقت اللي قبل. حقت اللي قبل. عبد الله. عبد الله. عبد الله يا عيال. والله والله عبد الله يا اخي كذا ما في 10000. الله 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 الحمد لله. يا احمد يقطع شكلك غبي. انت ما تفهم. انت غبي. ما غبي. حطك من اللي قبل. من اللي قبل يا حمار. لا توضح. من الإجابة اللي قبل بارد يعني. لا توضح. يعني موية. لا يا غبي. لا خلاص اختار. اختار هو خلاص. طيب عند الجولة الجاية يمدي يختار الجولة الجاية. ليش؟ او ما دريت بالغلط. او ما دريت. طيب مو دي بعطيك واحدة على الطاولة زي ما انتم تعطوها على الطاولة. زي زي انا زي والله ما دريت والله. لا طيب هو عارف. بعطيه واحدة انا مثلك. بعطيه واحدة مثلك. يعطيني بعطيه واحدة مثلك. مو دي مارادونا اكتشفت السودان. انك سبك وغبي. هذه على جنبها. ايه اوكي. اوكي هذه على جنب. لا والله لا والله. ايه نفسكم. لا والله. لا نفسكم 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 نفسكم. ايه عندك عندك. اسمع مارادونا انت حمار. انت حمار يا مارادونا. انت كلب. انت نكرة. انت غبي. اكتشفت انك غبي والله انك درج. يعني قايل لك بارد. بارد وش بارد؟ سلام. يناظرونا الناس وانا اتهزل. اذا خلي يناظرونا احنا ندخل عليك واحطك مع الدجاج اللي عندك. شلون تشوفوني؟ يلا كلتبن. ضخم. عندك عملاق. بعكس ضخم صغير. نحدد عليها هذه قانون. هذه ما فيها شوكة. هذه لا. هرم. هرم ضخم بعد. نحطها من ال ما أو شيء. نبدأ بالسودان. لس لو رأس. أقرب عمارة ضخمة. أقرب الكلمات. هذه غش السودان ما تحسب. أقرب الكلمات. يلا شعر يوم. نبدأ بالعملاق على طول. يا سلام كده باقي لنا أربع كلمات ونفوز على أبو ربيع ومارادونا. بس أقرب الكلمات. ايوه صراحه ما تعرف تشرح ابد. والله مت. والله انك حمار. روح لم صغير. روح صغير. ليش غلطه غلطه موتي. اكتب لك. طيب. اكتب لك عملاق. روح صغير. مارادونا ركز معي. هي عكس الكلمه يعني. انا أركز. انا عميق شوي احمد. انا شوي شوي عميق يا ابو حميد. معليش تقدر اني تعبت الحين. صايحت صحيحه وجعت حلقي. ان شاء الله اطلعها من عينك. طيب دقيقه قاعد افكر فيها الحين. معليك ضخم بفكر فيها. اضف لي كلمات على الجاي. ربيع بقول شيء. بقول شيء مو بغش. مين بغش؟ يلا قول. ربيع اسمعني. اسمعك. انت اقرا كل الكلمات يعني على زق. كنت بارد. قاعد اعلم قبل شيء. واضحه واضحه. انا فضحت نفسي. قطب بارد ولا قطب يا حمار؟ طيب قطب بارد. ما بارد. طيب شلون ادري وش اللي تبغى؟ طيب شلون تدري؟ ما 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 وش الماء؟ الماء وش الماء؟ وشلون ادري وش تبغى؟ في كلها بارد يا خال. خلاص اسمع خليني بكتب وما خلاص مودي. ما في بقول لك شيء زيهم مودي. اقرا كل الكلمات لا تجرطني. اي ربيع اقرا كل الكلمات ولا تفكر خارج الصندوق. عليك 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 قاعد تدور على السود اكثر من مره. والله لهينك. اسالك بالله. وضحته وضحته. لا ما وضحت. ما وضحت شيء. ما وضحت والله. لا كله قال كل الكلمات. وكل كلمات ممكن فيها سودة. اي لان قلت تقرب عندها. واضح شيء قرب. بربيع اختار. شك بربيع بيها بدل. ترى اذا فزتوا الحين تاخذون ال10000 10 20000 تاخذون. لا ليش والله اني ما يشوف شيء. ما يشوف شيء. وانا قلت ما اشوف شيء والله. وش ذا؟ هذا كذب كلمتين. مارادونا. حبيبي كذب كلمتين. مو لا ما ممكن جمله واحده هي. طيب خلاص نمشي لك دي. لا تعيدها. يلا مارادونا بس عشان ابو ربيع ميوت. ابو ربيع ميوت الان. ابو ربيع ميوت. ميوت لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت.
في قلنا قبل ترى في قلنا قبل خلاص الميوت خلاص الميوت مودي لا تصيح بالمايك ابو ربيع لو سمحت ميوت الجوله كامله لا تفكه طيب سو وفصل براحتك الان ابدا يا مارادونا وتفضل مويه حطيتها رسمي حلو نفس اللي قبل حلو عبايه ما له دخل في السماء بد وش عنان السماء ما في امل زر استحاله حريق ما في حريق في السماء نقد لا ولا صوت ولا بط ولا هرم بط هرم في هرم يمكن لا شوكه شوكه في المطاعم قانون استحاله راس ما في امل عماره استحاله قمر صناعي اقرب شيء اقرب شيء قمر صناعي من وجهه نظري يوم شعر تقليد مثلث ماشي يلا مرة الان قمر صناعي ليش قلت يلا واضح تبيني احطها كيفك ما لي دخل انا اتمنى تسكت يا انا ساكت ساكت ايوه لا تخرب وانت سوي ميوت وانت سوي ميوت انا بسوي ميوت انت سوي ميوت يلا سويت ميوت انا يلا يعني اللي نسولف انا ومارادونا قمر صناعي يس باقي واحده ما ندري العب تبي تنهي دورك انهي دورك فريق قانون استحاله عماره يمكن عماره والله اخاف عماره السوداء يا ما ندري ما ندري ميوت يا ابو ربيع لا انت ابو ربيع لو سمحت اوكي اوكي طولت مارادونا يا رب ياخذها والله طول يا رب اخاف عماره السوداء بنروح في داهيه ما ندري هرم الهرمات دي حقت مصر رفيع ما شاء الله خلاص يلا يلا ما يطلع الصوت يلا يقطع ام القهر ابو ربيع غششته ابو ربيع غششته ليش تترني ها لا والله ما غششته يلا يلا والله ما غششته والله طيب سوي انت سوي انت سوي انت سوي انت سوي انت ترني يا كلب احمد انا احسب عماره والله اثنين نكتب له قانون ايه دراسة قانون صح دراسة قانون دراسة اللي هي قانون واحدة من قبل اللي هي عمارة يلا مودي أول شيء الضخم يا أنه يقصد حريق ضخم أو صوت ضخم أو فخم الحين نبدأ بالدراسة عندك يوم دراسي أو مثلث هذه بالهندسة الرياضيات أو قانون نبدأ بالقانون ممكن دراسة قانون اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أوكي. أوكي نرجع قديما دراسة أو ضخم ضخم ممكن حريق ضخم يقصده أو صوت ضخم أشوف يعني أقرب لها صوت ضخم الله لا يوفقك الله لا يوفقك الله لا يوفقك الله يوفقك اقسم بالله يا انك ضغطتني يا مودي ضغط يلا 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 دورك يا مرض يا ابو ربيع لا بس قل لي اعطني اشاره اللي الحين متعدلين ليش تحملني بس انا قاعد افكر كلمات مارادونا بس ما ادري ارجع مني شوكه نقد راس ماشيه كيف اجيب ذي ما ادري كيف اربطها بكلمه والله مستحيل تطلعون ب 20 النقد والله مارادونا اسمع اسمع عندي لك عرض ربيعه لا تفوزون لا تفوزون اسمعني انت عارف انا ما اعرف حطوا لي كيبورد الحاله عربي يلا العب يا مارادونا وسرع يلا حريق استحاله ما له دخل في ضغط زر استحاله عبايه استحاله نقد ما له دخل شوكه استحاله بط ايش دخل بط في ضغط ميوت ابو ربيع لا انت راس يمكن راس هو الضغط يدور براس الواحد يدور براسي ميوت 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 عمارة استحالة ابو ربيعة تكفى ميوت طالبك طالبك ماشي ما ابو ربيعة طالبك ميوت طالبك يا مارادونا تكفى ابو ربيعة لا تكفى يا عبد الله بسك بسك بالله لا يا اخي طلع اصوات ابو ربيعة طلع اصوات والله ركز ما ركز كذا وانا اكتب يلا يلا ماشي اهلا ما ادخل حقين حاشي وغنم وكذا مثلث استحالة تقليد استحالة شعر الشعر طيب مع الراس ضغط انا سبب له قلق يوم استحاله فما في الا راس انا والربيع دائما اذا قلت يرتفع الضغط يدور براسي انا وياه لا يلا راس. لا 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 ابو ربيع ميوت ابو ربيع اختر 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 مارادونا خلاص تكلم هو يلا زر راس سبعة زر راس ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين
الله. واحد. والله ابو ربيعه خربت يا مردونة يا مردونة كيف فضحت الدنيا يا عيال والله بتكلم بتكلم يا عيال ما وضحت ما انت فضحت يا اخي قاعد تقول لا لا مودي بعطيك ثنتين ها واحده على القديمه يلا شو واحده على القديمه تعال انت تعال علينا شلونك نفسكم تتصرفون على القديم وعلى الجديد يلا بس لا احنا خلاص قفلنا القديمات كلها تقفل القديمات عادي عادي هذه عادي تقول لك عن القديم وعن الجديد عادي عادي ما في يلا بسم الله روح مودي علق علق الق الراس موجود البطه موجود حلق ليش تصير عميق مودي مودي ليش تصير عميق بزياده شونج لو سمحت ما تكلمت انا ما تكلمت طيب طيب دقيقه الق دقيقه ثلاث ماشيه راس عماره بط شوكه مكة فيها شوك شبت بالحلق طيب نقد على طول اللي هي من الدراسة نحط نقد على وراك كذا ولا صراحة مودي غبي مرة ياو 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 يقطع أم السبك بيموت شونك بيموت مات أتوقع مات وين شونك مات 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 ركز معي ركز معي سهلة مرة حريق سهلة مرة يا مردونة سهلة مرة حريق استحالة عباية استحالة بط الله البط ينوكل بالملعقة لا إله إلا الله شوكة عكس الملعقة تنحط جنبها في طاولة ممكن ذيك الشيء وارد راس استحالة بط نعيش به بالملعقة أروعك يا الله واحدة يا مردونة واحدة ان شاء الله احمد احمد انا عندي سؤال احمد سؤال احمد والله مودي ولا انك فاهي مودي لحظة ليه خليه خذني بالسيارة مشيني عشان افهم اخطيت بكلمة مودي ركزوا معي ركزوا معي ابى اقول لك شيء ركز معك عشان افهم لا تتكلم معي العب لعبك سوي اللي عليك بس ابيك حاجه واحده تقرا الكلمات زين اعطني الكلمه الاخيره لاني عرفت خلاص والله. تذكر والله الكلمات اللي قبل ولا تستعجل ولا تفكر خارج الصندوق وجاوب على الكلمه الاخيره وبعد ثلاثه قبل خلاص عطني اياها عطني تلاقطوا اياها هاي الغبنه لا عطني اقسم بالله يناظرني زين وجعلني اموت والله المفروض فايزين بمن احل القسم مدفوع والله انك يا مودي عطني الكلمه الاخيره يمين بالله انك يا مودي سبك عطني الكلمه الاخيره سبك بيعلمك السبك صوت بسوي اذن بسوي اذن طيب المفروض انه عارف الان ان حلاقه ان حلق يقراها ان حلق يقراها حلق او حلق من حلاقه مفروض وعماره والعماره هذه من ضخم من ضخامه مستحيل لو اختار حريق بموت بجين سكتة قلبيه تمام باقي عندي تقليد كيف اقوله بقول طارق العلي طارق العلي يقلد صح طارق العلي ممثل هذا بعطيك ثلاثه مودي جاهز مودي ايه مودي جاهز كلهم يسوى دفن يا عيال الحمار هذا واحد يفك ممثل لحظه اول شيء مثلت في شباب البوم عام 2012 2013 هذه ماشي. يا سلام عليك نبعد عن الكلمة الأخيرة أقسم بمن أحل القسم يا قصدة في الضخم يا عمارة يا حريق نحط هنا ونحط على العمارة لكن نبدأ بالصح عمارة بإذن الله تعالى حريق يعني نشيل حريق قصد أحمد قبل شوي حلق يومني حطيت على الإجابة طلعت خاطئة فلذلك هو أخطأ وقصد حلاق ونحط رأس فزنا يا السبك 20,000 ريال بناخذها موت يا مودي ولا سيارة ولا أنا ذكي أنت حمار وتبقى حمار يا حمار لا مستحيل لا أنا ما والله إني ما قد انجرفت في حياتي كذا والله العلي العظيم قسما بجلال الله إني قاعد أحس بحريقة أكسر أم هذه ولا إيش أسوي
تعال مارادونا. شوف. تعال مارادونا. خلني أحول فلوسكم بالطيب عشان ما أحلف ما يجيك ولا ريال. وشو؟ إي نعم. وش تقول؟ خلني أحول فلوسكم بالطيب. سمعت إيش يقول؟ عشان ما أحلف ما يجيكم ولا ريال. مارادونا. أنت حالف أنت. ممكن أحلف مرة ثانية. مارادونا. لا يجيني شيء. مارادونا. أنا مو ديدار. طيب. طيب. بعطيكم عرض. تسمحوا لي أعطيكم عرض. وش العرض؟ أقسم بجلال الله الكريم. أيوة. إنها 50,000 ريال لكل واحد فيكم. حلو. يعني توتال 100,000 ريال. حلو. إذا فزتوا علينا جيم ثاني. لا. طب إذا خسرنا تتكنسل اللي قبل كلها؟ إيه. لا. لا. 100,000. لا. لا. دبل 5 مرات. لا لا ما نبي. يا عيال دبل 5 مرات. ما نبي ما نبي. والله مودي. ما نبي ما نبي. مودي حمار. والله مودي. والله مودي حمار. يا عم على غابر. والله حمار يعني حمار يعني هاي تقول لحلاق يروح يحط راس. مين يحلق راس؟ يا غبي يا مودي. مين يحلق راس؟ غبي انت غبي. مين يحلق راس؟ مين يحلق راس يا مودي؟ غبي يا مين؟ سب بالله غبي والله ارحم شنق بصراحه يعني كن معكم صريح. هو اللي بيدفع شنق مسكين. عموما خسرنا 20,000 ريال. الو طبعا عموما فزنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وذكائنا طالع قدامكم طالع قدامكم الان صوره الحوالي انا قد كلمتي وينها؟ تطلع قدامهم بتجيك يعني وش تبي بتجيك الحوالي والله قهر والله قهر والله قهر يموت ليه يموت يا مودي يس ناوي ناوي لازم اختم لازم اختم إلى هنا وصلنا للنهاية يا جماعة الخير 500,000 لايك أمسك هذا أتله والله لا أتله قدام عين هذا لا تنسون لايك والاشتراك قنوات الشباب وحساباتهم السوشيال ميديا تحصلونها تحت مودي لا تحط حسابه يا رامي والله ما تحط حساب مودي تحت ولا يستاهل حتى جزمه ولا يستاهل المفروض تشيلون الفيديو كامل مودي حمار أشهد بالله لا لا أنت سبحانك أنت من الظالمين